عندنا في هذه الحلقة الدسمة الدعوة المهمة اللي خرجت في ساعة متأخرة في منتصف الليل من محمد علي، قال له تنحى وما تنحتش، الناس تنزل الخميس، وابتدى يدعو ضباط الجيش للتضامن مع دعوته لرحيل السيسي، وطلب هاشتاج أو أطلق هاشتاج كفاية بقى يا سيسي، ودعا السيسي للرحيل، والهاشتاج زي ما بيأكدوا لزمايلي تجاوز 1,000,000 تغريدة في هذه اللحظات. طيب نرجع للخطة، يعني هنعمل دلوقتي الهاشتاج كفاية بقى يا سيسي، المفروض ان هو يوم الخميس طبقا للجان الالكترونية بتاعته تقول له ايه اللي حقق نسبة مشاهدة. انا مش عايز اقول لكم، لو عايزين تلزقوها على العماير الزقوها، الجيش مع احترامي ليه 450,000، حطوا الصور تحطوها على العماير يلاقي ده، لو لقى ده اكتر وهو راجل محترم ونصف بالعدل وشافه خلاص يطلع يستقيل. ما استجابش اليوم الخميس، يوم الجمعة تنزلوا تقفوا ساعة، وانا يوم الخميس لو ما استجابش هطلب من العالم كله يبقى حكم عدل ما بيننا وما بينه، ما بيننا وما بينه. احنا عايزين الكاميرات العالمية وجوجل ايرث وجوجل ماب وكل جوجلات تيجي تصور كامل عدد الناس اللي هتنزل تقف تحت، ومتقفوش كتير ومفيش داعي نطول. احنا عايزين نوري الناس قد ايه الشعب المصري متضامن، قد ايه الشعب المصري حنين، قد ايه الشعب المصري قوي وجبار. فلازم العالم كله يتفرج علينا الاول مرة، يبقى عندنا كرامة ننزل له يوم الجمعة ساعة واحدة، عشان ما تتعبوش في الشمس ولا في البرد ولا في حر ولا تزهقوا، ساعة واحدة. وطالبين من العالم كله يصورنا واحنا واقفين في الشارع بكل ادب وباحترام، ومش هنكسر ومش هنبهدل حاجة. ننزل يوم الجمعة نقف ساعة، مطلوب من العالم، عايزين يصورونا ويشوفوا عدد المصريين اللي هتقف يوم الجمعة في الشارع لو السيسي يوم الخميس ما استجابش، يصورونا. لو عددنا تجاوز 30,000,000 زي ما هو مسك بال30,000,000، فنرجو منه الاستقالة والتنحي عن الحكم. هي نرجو دي مقحمة في الحوار بس ماشي. الموضوع في تصاعد رهيب، تصاعد رهيب. والسؤال الداير الناس اللي انه الدعوة محمد علي، ناس كتيرة بتفسر الحكاية، هنتكلم عليه. لكن الهاشتاج الان رقم واحد في مصر، كفاية بقى يا سيسي 1,000,000 تغريدة. محمد علي بعد ما السيسي اكد المعلومات اللي قالها ولم يستطع نفيها بيدعو السيسي للرحيل، والهاشتاج اقترب تجاوز 1,000,000 تويتة، وصل لأكثر من 1,000,000 تويت. محمد علي رسالته كانت واضحة للشعب وللجيش، أنا هقول لكم على البلان إزاي نقدر نلعب معاه، عشان هو طبعا شغال حملات قبض على كل اللي يعرفنا ولا اللي كله يجيب سيرة محمد علي. بس راعوا أن هم 1.5 مليون الداخلية أو 2 مليون، والجيش 0.5 مليون، يعني هم 2 مليون، إحنا 100، إحنا 90، إحنا 50، إحنا كتير جدا، إحنا شعب، إحنا 120. فهم قليلين جدا، وفيهم ناس محترمه جدا جدا وبتبعت لي بتقول لي احنا معاك يا محمد، وحياه ولادي ضباط جيش محترمين بعتوا لي احنا معاك، وضباط داخليه بعتوا لي احنا معاك، في ناس عايزه تتحرر. هذا الكلام في تقديرنا المتواضع ليس بعيد عن الصحه، ان ضباط جيش بتتواصل وبتقول له احنا معاك يا محمد بشكل واضح، بشكل واضح. كلمناكم ان ضباط كتير في الجيش ومجندين وافراد في الشرطه وفي كل مكان مش راضيين على اللي بيعمله السيسي، وعرضنا لك كتير جدا من الرسائل التي ارسلت لينا من كل هذه الجهات. السؤال الحكايه وصلت لمرحله انه لكي تبقى دوله السيسي يرحل السيسي ولا لا؟ هو ده السؤال. ده خلاصه بكل تواضع بقولها لك وانا باصص للقرش، ده خلاصه الحكايه. في حاله ان الشعب ما اتحركش، الشعب هو اللي يقدر يغير كل المعادلات. ماشي. السؤال التململ موجود، وعرضت هوريك تجميع للفيديوهات دي، اعملها لي بالابيض واسود كلها، عرضناها خلال الشهور مع بدايه اطمن انت مش لوحدك، جت فيديوهات كتيره من ضباط جيش وضباط شرطه. السؤال
الحكايه وصلت انك كده هتدمر دولتنا. ما هو الحكايه ايه؟ العسكر نضحي بيك عشان تعيش دوله العسكر، دي دوله متوطده جدا. التململ كان منذ زمن، عشان كده يبدو نرى ان كلمات محمد علي ليست بعيده عن الصحه. اوريك بعض الفيديوهات كده لجيش وشرطه عشان للناس اللي بتنضم لينا حديثا او اللي نسيت. ولا بد للليل ان ينجلي، ولا بد للقيد ان ينكسر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من داخل الجيش المصري للطلبه اللي انت مش لوحدك. الجيش المصري للشعب المصري وليس للسيسي القائد. الى التعديلات الدستوريه. كلنا مع الشعب المصري. اطمن انت مش لوحدك، اطمن انت مش لوحدك من داخل الجيش المصري. تحيا مصر. اطمن انت مش لوحدك، اطمن انت مش لوحدك. مباحث امن الدوله. ومن الدار الحرس الجمهوري، فاكر كانت دار الحرس الجمهوري ولا دار ايه؟ الفيديوهات عرضنا فيديوهات بتاعت الحرس الجمهوري دي، فاكر تاك الكلام ده. وفي اسئله كتير اكيد ناس كتير بتسالها، هل الدعوه محمد علي نابعه منه بشكل خالص، دعوه او مبادره اخذها بشكل شخصي حملها على عاتقه وراهن عليها ان الشعب والجيش او بعض افراد من الجيش سيستجيبوا للنزول، وخاصة انه عارف والكل عارف ان الناس كلها مش عايزة السيسي. معلومة يعني، بص اطلع انزل هي الحقيقة. ولا السيسي يقدر يعمل، الناس عايزة السيسي، السيسي يقدر يعمل مظاهرة بكرة ولا بعده الانصار؟ مستحيل مستحيل، الا اذا جابوا ام الخلول وام البتاع 3 4 يعني يقدر يعمل مظاهرة فيها 100,000 أنصار وينزلوا. مستحيل، وما حصلتش من ده 4 معارك. خلاص الموضوع ده انتهى واتقفل بالترباس. السؤال، هل الدعوة خالصة؟ الناس بتسأل ده. أكتر حاجة رسالة جات لي من امبارح بمنتهى الصراحة والوضوح، الدعوة نابعة محمد علي لوحده متحمل تبعاتها، أم إنها دعوة مبنية على دعم أو مساندة أو تبني من ضباط أو قيادات في الجيش؟ ده السؤال اللي بيسأله البسيط والمتوسط والمثقف في مصر، خاصة أن محمد علي كان أول مرة يتحدث فيها عن رئيس الدفاع، وزير الدفاع ورئيس الأركان وبعض قيادات الجيش بهذا الشكل. لكن الموضوع أخطر من كده. هو امبارح ارتبك، بص الجبن اللي فيه، بص البسط وزير الدفاع، وزير الدفاع مش مبسوط منه، فالراجل ده ممكن يكون متضامن معانا وراجل محترم. بص اللي حتى الحرس اللي وراه قرفانين منه، فممكن الناس دي يكونوا مصريين شرفاء وعايزين يقفوا معانا. هو امبارح الوحيد اللي كان مرتبك وشويه كده كانوا بيعرضوا بيسقفوا، يمكن يعني برضه غلبان يعني خايفين، لكن بص عليه هو خاف. دي فرصتنا الوحيده ان احنا نقول لا ويبقى خلصت. لا. طبعا ممكن، هل ممكن الدعوة يكون بيتبناها قيادات من الجيش؟ ان كل القيادات عارفين ان مصيرهم هيكون زي اللي قبليهم، السيسي ما سابش حد سنة سنتين ويغيرهم. او الدعوة من افراد من الجيش مش راضين على الفساد، او مبنية على معلومات ومساندة من جهات، ام هي دعوة فردية خالصة رأى فيها محمد علي ان ده الوقت المناسب من وجهة نظره، رغم ان البعض كان بيقول ان ممكن اسبوع بعد ما السيسي اضطر يعترف كان محمد علي بالتأكيد عنده عشرات القصص الاخرى والمهم جدا الشعب يطلع عليها كان يقدر ياخدها الاسبوع ده. كل دي اسئلة ستجيب عنها الساعات القادمة، الساعات القادمة هي التي ستجيب. لكن الاكيد في هذه اللحظة ان الكل الشيء الشاذ يؤكد القاعدة ولا ينفيها، الكل متفق على شيء واحد، السيسي لازم يمشي. الكل مجمع وينتظر هذه اللحظات.
الساعات القادمة هي التي تجيب. الكل متفق على رحيل السيسي.